هاي، انا عمرو حسام. النهارده اول فيلوج انزله ليه علاقه باخبار بقى الدوري الايطالي، وهنتكلم شويه كده على اخر هيدلاينز في الفاريس نيوز بيبرز في الجازيتا ديلو سبورت والكوريير ديلو سبورت وتوتو سبورت، اللي هي الجرايد الايطاليه اللي احنا عارفينها اللي بتغطي اخبار الدوري الايطالي وكاس ايطاليا والشامبيونز ليج، اي حاجه ليها علاقه بفرق ايطاليا. تعالوا نكتب اول خبر. عندك عيد ميلاد روبرتو باجو 50، فضل ان هو ما يحتفلش مع قرايبه وعيلته بس يروح يحتفل مع الفيكتيمز بتوع الايرث كويك اللي حصل في امتريس. انتوا عارفين طبعا الزلزال ده حصل في اغسطس 2016 وكان موت ناس كتيره جدا يعني، فهو قرر ان هو يحتفل مع الضحايا دول. حركه هيومانيتاريا كويسه جدا من روبرتو باجو. تاني حاجه عندنا موجوده اندريا بيرلو هيبقى اليوفنتوس براند امباستر اول ما يعتزل، هانج اب هيز بوتس في امريكا. هو باي ذا واي هو عقده خلاص يخلص اندريا في ديسمبر 2017، فخلاص هيرجع ليوفنتوس قريب، وهو نوز ممكن يبقى فيوتشر بريزدنت يعني، ده توقعي. كورير ديلو سبورت بن عطية بيحذر اليوفي على بورتو، الماتش بتاع اليوم الأربعاء الجاي في الشامبيونز ليج بورتو يوفنتوس في الدراجاو. طبعا احنا كلنا عارفين ان هو ملعب مقرب جدا يعني، بالذات في الشامبيونز ليج دور مهم زي كده دور 16، بورتو هيبقى الاندر دوج في عمره، هي هي they will give it's all قدام اليوفنتوس. برناردسكي عنده 70 مليون يورو كلوز في العقد بتاعه، بس ده الكلام ده للفرق اللي بره الدوري الايطالي. لو يعني لو ليفانتس عايزه، انتر ميلان عايزه، روما عايزه، مفيش مشكله ممكن يجيبوه بارقام مثلا زي هتلاقي مثلا 45 او 50 مليون الحدود دي. بس عشان كده مش هم فيورنتينا مش عايزين يكرروا الغلطه بتاعت هيجواين لما حطوا له ريليس كلوز مهما كان جامد، قام ليفانتس راح جابه. فالنون ريليس كلوز ده هيبقى حاجه في مصلحه فيورنتينا كويس عشان ليفانتس ما يخطفوش يعني بسهوله، عشان ممكن يتكلموا فيه. فكرة ان فكرة الريليس كلوز كله ايه؟ ان انت لو حطيت في عقد ريليس كلوز مهما كان 40 مليون 50 مليون 60 مليون 100 مليون، ما الايجنت مش بيتفاوض، انت على طول انت بتجيب اللعيب بتدفع الفلوس على طول على الترابيزة وتجيبه. فهم مش عاملين الكلام ده ابليكابل، الرول ده مش عاملينه ابليكابل في ايطاليا عشان اليوفنتوس اللي يعرفوا يتفاوضوا ويرفضوا هم اليوفنتوس، عشان كلنا عارفين ان فيورنتينا ويوفنتوس رايفلز من زمان جدا يعني. بيانيتش وحشه الجو، ده في كورير دي سبورت. بيانيتش وحشه الجو في روما، بيتكلم عشان تورينو بلد يعني طبعا هي في شمال ايطاليا فالجو فيها ساقع جدا، بس عشان روما في الوسط فحبوا الجو. ماشي، ما فيهاش مشكله. دي كانت ريكاب في الفلوج بتاعتي على اخر اخبار الكره الايطاليه اليومين ثلاثه اللي فاتوا، وزي ما قلت لكم ان شاء الله لما اعدي معاكم يوم الاربعاء الجاي بالليل بعد ماتش يوفنتوس وبورتو هنزل الفيلوج بكتير قوي يوم الخميس، دعواتكم معانا ليفانتس يكسب. وهنتكلم برضو على موضوع بتاع بياكا قدام باليرمو لما لعب اول ماتش كامل ليد 93 دقيقة كاملة وعمل ماتش تاريخي. باي باي.